في الدوري انت مش بس بتحاول ان انت تكسب المنافسين، انت بتحاول التغلب على حاجات زي الاجهاد والارهاق والغيابات والايقافات وحتى الاخطاء الادارية. وببساطة النادي اللي هيقع في اخطاء اقل هو اللي في النهاية هيكسب بطولة الدوري. والموسم ده الاهلي استحق يكون بطل الدوري بعد مشوار بطولي استمر 29 ماتش ما خسرش خلالهم لحد إعلانه رسمياً بطل الدوري للمرة 43 في تاريخه. الأهلي الموسم ده فاز بخمس بطولات تحت قيادة مارسيل كولر: الدوري، الكاس، دوري أبطال أفريقيا، وبطولتين سوبر. خسارة أي بطولة منهم باستثناء الدوري كانت هتبقى مقبولة بحكم ان ده اول موسم لكولر مع الاهلي وفي قارة جديدة اللي هي قارة افريقيا. الدوري هو البطولة الوحيدة اللي كان الاهلي هيرفض التفريط فيها، خصوصا بعد خسارته موسمين لصالح الزمالك. والدوري هو البطولة اللي كان هيقيم بيها الاهلي الموسم بتاعه ومارسيل كولر، مش دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي فاز بيه للمرة 11.